سير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم قافلة برعاية برية إلى اليمن محملة ب550 طنا من علاج الكوليرا مع كمية من أدوية ومستلزمات تشخيص الوباء. وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان الدكتور عبد الله الربيعة، قال إن هذا التدشين لهذه القافلة يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالاستجابة العاجلة لمكافحة واحتواء الوباء، مشيرا إلى أنه سيجري توزيعها بحسب الخطة التي تراعي الأولويات من حيث عدد الإصابات وانتشار المرضى والكثافة السكانية. وأكد الربيعة بأن هناك خطة عمل منظمة قام بها المركز لتعزيز الرصد وتسجيل الحالات عبر قاعدة بيانات يتم إنشاؤها لهذا الغرض، إلى جانب العمل على التشخيص الصحيح للمرض ودعم العلاج وبرامج السيطرة على الوباء. وناشد الربيعة المجتمع الإنساني والدولي ومنظمات الأمم المتحدة أن تقف مع المركز في هذه الحملة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يقفوا لمنع أي محاولة اعتداء على هذه المساعدات لأنها عاجلة واستثنائية وفيها إنقاذ لحياة آلاف الأنفس، ويجب أن تصل لجميع المحافظات اليمنية دون استثناء. كسبي تشكيل فريق عمل استجابة عاجل مكون من مختصين من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة والسكان اليمنية ومختصين وخبراء من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف والهيئة الدولية الطبية، وبالتنسيق مع وزارات الصحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وها نحن اليوم ندشن قافلة كبيرة مكونة من 25 شاحنة تزن حمولتها الإجمالية 550 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الأمصال التي تساعد على علاج ومكافحة وباء الكوليرا.